في مسلسل الحشاشين مع النجم كريم عبد العزيز الشهير بحسن الصباح حاكم هذه القلعة وزعيم طائفة الحشاشين. طب احنا فين دلوقتي؟ احنا في قاعة الحكم. قاعة الحكم هذه القاعة التي حكم منها الصباح القلعة لمدة 35 سنة. هنا خطط لهدم دول بأكملها، هنا خطط لهدم الدولة السلجوقية والدولة العباسية، هنا من هنا أرسل مختاري المغيبين للقيام بالاغتيالات، هنا حاكم ابنه وقتل، هنا حاكم رفيق دربه زيد بن سيحون وقتل، هنا حاكم يحيى وقتل رفاقه في الرحلة. الحقيقة أنه هذه القاعة هي قاعة مليئة بالدم، مليئة بالشر، مليئة بالأفكار المسمومة. كريم عبد العزيز نجم يعني من كبار النجوم المصريين، اختيار نجم له شعبية وله قبول كبير في الشارع المصري والعربي هو تحدي كبير للقيام بدور حسن الصباح، هذا الرجل الشرير اللي ظاهره غير باطنه. فالحقيقة ده بيبقى تحدي بالنسبة لكل صناع العمل وبالنسبة لكريم عبد العزيز أيضا، إلا أن كريم استطاع بدور حسن الصباح أن يقدم واحدا من أهم أدواره، واقتحم بهذا المسلسل كريم عبد العزيز مضمار الأعمال التاريخية والأعمال الصعبة الإقليمية. هنا كريم بينتقل من صحيح وممثل مصري نجم شباك كبير، لكنه انتقل إلى مرحلة أخرى، مرحلة المنافسة الإقليمية. في هذه الفقرة هنبدأ رحلتنا في مسلسل الحشاشين ونشوف كيف استطاع كريم عبد العزيز أن يتقن هذا الدور، إزاي قدم حسن الصباح، إزاي قدر أنه يتحكم في كل هذه المشاعر بابتسامته الهادئة، بضبط مشاعره، يعني بتعبيراته التي كانت تكاد تكون ممسوكة برباط من حديد. قدر إزاي كريم عبد العزيز أن يقدم هذا الدور؟ وهذا هو الممثل الذي يستطيع أن يرتدي كل العباءات، فربما تنسى أدوارا كثيرة وتتذكر حينها فقط حسن الصباح الشهير بكريم عبد العزيز. لكل نجم في السماء معنى ولكل رؤية صالحة تفسير. شفت رؤية بس مش هحكيها، هتحكيها انت وتفسر انت. مولاتي شافت قمر بيغيب، ندهت على حافة النزار. والتفسير الخلافة لمين؟ انت مين؟ روح سمعت نداك. احنا مش اهل مال، وكذلك السلاح، من هنا العالم كله هيعرفنا. اختفوا في الجبال وانتظروا الوعد والإشارة، وساعتها هيبقى بدأ الوعد العظيم، وعد النصر. سيروا على بركة الله، ووهبوا أرواحكم للطاعة، أعدوا نفسكم للفوز بدخول الجنة، لأني أبشركم أنا صاحب مفتاح الجنة. ممكن تكونوا دخلتوا القلعة وانتم مش عارفين مين هو حسن الصباح، ظنونكم صورت لكم انه قاتل شرس، رغم ان راجل بسيط صاحب حق. خوف علامه من علامات الحب. مفيش حب وخوف مع بعض. في تفتكري كل اللي حواليا بيحبوني، مش عايزهم يحبوني، لكن بيخافوا مني، يبقى ولاؤهم مضمون. واما ما قلتم من انني اظهرت دينا جديدا فاعوذ بالله من ذلك، فأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. اعلموا يا أولادي، في سبيل الحق حسن الصباح قتل ابنه. مفيش إيمانين، هو إيمان واحد بس. إيمان واحد إيه؟ بحسن الصباح. كريم أهلا بيك. كذا لميسة حضرتك، وكل سنة والسادة المشاهدين يا رب بخير، وعيد سعيد علينا وعلى الأمة العربية يا رب.
انا مش عارف اشكرك ازاي على الكلام الكبير ده. انت بجد اكيد سمعت زيه كتير بجد يعني. بجد والله يا استاذ رامي الف شكر. وانتوا منورينا في قاعه الحضن بس واحنا بني ادمين بعد ابو علي شويه. قول لي وانت داخل القاعه دلوقتي بتصور بعد انتهاء تصوير الحشاشين وانتهاء عرضه كمان، ايه مشاعرك ناحيه هذا المكان؟ ايوه لسه بقول ده وانا طالع بالعربيه، هنا كنا واقفين وهنا عملنا المشهد الفلاني، وبعدين يعني بفضل الله ونعمته الف حمد والف شكر لما بتخش مكان التصوير بعد نجاح العمل احساس تاني. يعني ازاي؟ الف حمد وشكر رب العالمين على نجاح هذا العمل. انا بعتبر ده مجازفه عمري. مجازفه عمرك؟ طبعا طبعا مجازفه عمري، وهو اصعب دور مر عليا في حياتي وهيمر اعتقد. لان انا يعني كنت لسه حتى بكلم مع دكتور بيتر، عرضه ان الواحد يقدم ادوار شر تاني، عرضه ان اي ممثل يتعرض لادوار فيلن، بس بالمنظر ده اشك يعني. اعتقد يعني في ادوار كده بيقولوا ايه اللي هي بتيجي مره واحده في العمر، فكان تحدي عمري، وكان يعني زي اللي بيقولوا شال كفنه على شال كفنه على ايده كده ودخل على الكاميرا.